كثير سهل انه نعطي محاضرات بس ما بيحس بالوجع الا الانسان اللي تألم عن جد. وقد ما حكيتي لي عن تجربتك واوجاعك وآلامك ما صار معك مثل صار معي. شبك سكتت كأنه جيت بوقت غير مناسب؟ لا ابدا، انا كنت عم خبر عصمت عن شو صار مع الاولاد اليوم وعم باخذ رايها بالموضوع. ما هيك؟ بلا، بس كنت عم تاخذ رايي بالموضوع. طيب فينا ننزل لتحت لنشوف حل هالمشكلة؟ ايه. لا تفكري حالك فضلتي علي لأنك ما حكيتي لحازم. لا رح أتركك ولا رح أسكت لك. بعدك مضايق من الشيء؟ لا. طب حتى لو كنا مضايقين مع بعض ومخنقين حتى فينا ما نحسس الولاد بهيدا الشيء؟ شو شايفتيني انا عم اتخانق معك قدامه؟ لا، بس خلينا نعمل مثل ما المديرة قالت، ما نفرجيهم غير الحب. اي اعملي مثل ما المديرة قالت. اي وانت كمان اعمل هيك. اي بعمل. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.